السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهديكم هذا الفيديو الحكمة العظيمة الآتية: الإنسان لا يصبح أكثر فعالية إلا في الساعات الحاسمة. ولو أن حياتنا كلها ساعة حاسمة لأصبح البشر في قمة العلم والثقافة. ماكسيم غوركي. صراحة حكمة كثير عظيمة، لأنه فعلا إنه الواحد بس يكون باللحظات الحاسمة بيكون جدي أكثر وبيشتغل أكثر وبيبذل جهود أكبر، يعني إنجازاته بتكون كثير عظيمة. عشان هيك لازم نطور حالنا إنه تكون كل لحظاتنا فيها نشاط، يعني ما نكونش عندنا كسل وما بنشتغل إلا بس في لحظات حاسمة. يجب أن نكون دائما مجدين ومجتهدين، وأكيد في أوقات الراحة التوازن، أكيد أنه الإنسان يجوز عليه حق، يعني حق الراحة في الوقت المناسب. يعني التوازن مهم بالحياة، لكن السيء أنه الواحد يكون ببالغ بالكسل أو الراحة. عشان هيك يجب أن نكون نشطين وكأنه جميع لحظاتنا حاسمة. والله يعطيكم العافية، واللهم صل على سيدنا محمد.